المظاهر هذه ما تدل على شيء، هي ما بعد الانتخاب هذا المؤشر. زين، الناس يندفعون الحين، بس بعدين نبي نشوف شنو يحصل بعد الانتخابات، نبي نعرف كيف تتعامل السلطة مع نتائج الانتخابات. إذا كان نفس السابق ما غدينا ما طبنا ولا غد الشر، لكن إذا في نفس جديدة ويصير في تغييرات، زين، هني نتأمل أن هذا يصير في تصحيح مسار. لكن حسب ما أرى أنا من كم سنة اللي فاتت، الله يعين البلد، نسأل الله إن شاء الله أنه يعني يسر ويكفي البلد شر النتائج.